بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر. معاكم عمرو الليسي. رصيد البنك سهل نزوده بالفلوس، لكن في رصيد تاني اهم واعظم مش محتاج فلوس ولا حساب في البنك. رصيد بيطلع رقمه ونتيجته من اعمالك وعطائك ورحمتك وعطفك. الرصيد ده هو الحسنات اللي بتعملها، الحسنات اللي جواها خير للغير ومحبه في الله لناس على باب الله، الحسنات اللي بتزود رصيدك في بنك الإيمان، الحسنات اللي ممكن تكون في صدقة بتخرج من جيبك تطعم بها جعان، أو في صلة رحم، أو في زيادة طاعات، في قضاء حوائج الناس. وإحنا في شهر رجب، زودوا رصيدكم من حسنات، هتلاقوا أيامكم أجمل ومشاعركم أنقى وأنفسكم أهدى. وهتلاقوا حاجات تانية مهمة جدا هي الإحساس بالرضا. استعدوا لاستقبال رمضان بالأعمال الصالحة. الرضا إحساس مفيش كلمة ممكن توصفه أو تعبر عنه أو تفسره، فاللهم اجعلنا من أهل الرضا والإحسان. وتعالوا نطلع لفاصل عشان نبدأ نواصل برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. نفتح سوا أبواب الخير، نفتح سوا ورجعنا لكم تاني ببرنامجكم ابواب الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. ولسه بنتكلم على مستشفى ايادي 40-40، ومعنا الاستاذ علاء ضاحي مدير عام اداره تنميه الموارد في مستشفى ايادي 40-40. استاذ علاء، ازاي بيتم توفير الامكانيات للمرضى في مستشفى ايادي 40-40؟ مساء الخير دكتور عمرو. احب بس ان انا اقول احنا في اداره تنميه الموارد هي دورنا الاساسي ان احنا بنعرف الناس على مستوى الجمهورية بدورنا في المجتمع بعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان. دي أهم حاجة. بيتم ده عن طريق سواء بقى عن طريق السوشيال ميديا خاصة بينا أو عن طريق فرق متخصصة زي تنمية الموارد عن طريق التليفون. في فريق متخصص بيكلم السادة المتابعين. أستاذ علاء الضحي مدير عام إدارة تنمية الموارد في مستشفى أيادي 40-40، إيه طرق التبرع لمستشفى أيادي 40-40؟ طرق التبرع عندنا عن طريق فوري، عن طريق أونلاين، عن طريق البنوك. عشان كده إحنا بقى اسمنا كمان أيادي 40-40 لتوحيد حساباتنا في جميع البنوك المصرية. يقدر أي متبرع سواء فردي أو شركة يقدر يروح لأي بنك من البنوك يقول لهم أنا عايز أتبرع لأيادي 40-40 سواء أونلاين سواء بنفسه في البنك. في خدمة تانية احنا بنقدمها اللي هو الرقم المختصر اللي هو 16-8-24. ده بنقدر نبعت مندوب مخصوص لتحصيل التبرع في القاهرة والأسكندرية والجيزة. في طريق تحصيل مدرب على أعلى مستوى ويتمتع بدرجة عالية من الأمانة. وكل ده طبعا احنا بنحاول نسهل على جميع المتبرعين سواء افراد او شركات ان احنا نسهل لهم التبرع، ما يعانوش في اي وقت يكونوا عايزين يتبرعوا. بشكر جدا استاذ علاء ضاحي مدير عام اداره تنميه الموارد في مستشفى ايادي 40-40. ابواب الخير دايما للحب. تعالوا ناخد اول اتصال. مساء الخير استاذ عمرو، انا اسمع عادل ونفسي تسمع الفلسة ضروري، انا كنت محتاجة طلب نفسي تنفذيه. زي ما سمعنا الاتصال من الاستاذة اسماء عادل، الرقم عندكم يا ريت نتكلم. الو، السلام عليكم، اكلم الاستاذة اسماء عادل. مين معايا؟ انا عمرو الليسي من برنامج ابواب الخير. الو، ازيك يا دكتور عمرو؟ كنت مصدقة حضرتك كلمتيني وكان نفسي تسمع الفلسة من بدري، ومش مصدقة حضرتك رديت على الرسالة بتاعتي. واحنا لسه حالا كنا بنسمع رسالتك، وللي بقى حكايتك ايه وطلباتك ايه؟ انا نفسي يا استاذ عمرو والله في مكنه خياطه عشان تساعدني في يعني في بيتي وكده، لان انا ظروفي صعبه قوي. انت ظروفك ايه يا اسماء؟ انا ظروفي اللي انا دخلي مش اللي هو يعني، وجوزي قاعد من الشغل ومحدش قادر اللي هو يشتغل، لان العمليه بتاعته دي يعني شغله ضعيف جدا، وظروفي صعبه ومفيش دخل، والجلسات بتاعت بنتي ثقيله عليا هي والعلاج، ومحتاجه جزمه تديها لرجليها ومش عارفه اجيبها لانها غاليه قوي عليا. جوزي عامل حادثه يعني على طريق الدائري وكده، وتعبان يعني، وعمل عمليه في القصر العيني اللي هو شال الطحال خالص،
وظروفنا وحشة خالص كده ومحتاجين المساعدة ضروري. ايه التعب اللي عند بنتك؟ عندها ضمور على المخ كان من ساعة الولادة ما اكتشفتوش الا بعد ما بدأت الحركة يعني لقيت ما بتتحركش زي الأطفال الطبيعية وكده، فحبيت ان انا اشوف ايه مشكلتها. فالمشكلة ما رحت كشفت عليها، قالوا لي ليه عندها ضمور على المخ وعملت اشعة رنين وكده، وقالوا لي عندها ضمور على المخ وبعالجها وبكد يعني بيسيبوا لي علاجات تقيله وشديده وانا مش قد العلاجات دي. وليه اسماء انت بتاخدي اي معاش شهري؟ والله يا دكتور عمي انا ما عنديش اي معاش شهري. طيب اسمحي لي يا اسماء، انا عايز اهديك هديه من برنامج ابواب الخير عباره عن مكنه خياطه عشان تشتغلي عليها ان شاء الله تبقى مصدر رزق بالنسبه لك. شكرا لك يا دكتور عمرو، ربنا يجعل في ميزان حسناتك وتكون يعني حاجه خير لك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله، وربنا يكرمك دايما ان شاء الله باذن الله. وعايز اقول لكل المستمعين اللي بيسمعونا، يعني احنا في رجب دلوقتي وداخلين على شعبان ورمضان، احنا بنستعد كلنا لاعمال الخير. يعني احنا عايزين حتى من دلوقتي تبداوا تقولوا لنا ايه مبادرات الخير اللي انتوا عايزينها خلال الشهر اللي جاي في شعبان عشان نخش رمضان عندنا، يعني يبقى عندنا كذا حاجة احنا متفقين مع بعض نعملها مع بعض. يعني مش عايزين بس الموضوع يكون اعمال خيرية، لا، عايزين كلنا نشتغل في الخير في رمضان. يعني تعالوا نعمل مبادرة كلنا نشارك فيها ونشتغل عليها كلنا، ويبقى البرنامج دايما حلقة الوصل بينكم وبين الناس، ونفكر في افكار جديدة ومبتكرة عشان نساعد بيها الناس. وبرضو عايز اقول ان احنا مستمرين في دعم كل الناس اللي عايزين مشروعات صغيرة زي مكنة الخياطة اللي اديناها دلوقتي الاسماء، اللي عاوز محل بقالة، محل كشك يبيع فيه حاجات، منحل، مكان يبيع فيه ملابس، احنا تحت امركم. يعني هذا برنامج انا بعمله بخدمة الناس في المقام الاول. نطلع لفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير، ومعكم عمرو الليسي. نفتح سوا ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر، معاكم عمرو الليسي. معانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. بحضور عدد 8 وزارات جمعيه الاورمان تنظم مؤتمر الاورمان للتنميه المستدامه في نسخته الرابعه بالاقصر. يا ريت تكلمني يا فندم عن التفاصيل. استاذ عمرو السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ والله المؤتمر دوت لو كنت حضرتك يعني فاضي كنت جيت معك، هتنبسط جدا جدا. مؤتمر فيه 8 وزارات: التضامن الاجتماعي، التربيه والتعليم، الزراعه واصلاح الاراضي، الطيران المدني، الهجرة وشؤون المصريين، وكان نائب وزير التخطيط ونائب وزير البيئة. كان مؤتمر رائع التنمية المستدامة، وكان متحدثين من 5 دول: من كندا وفنلندا وانجلترا وامريكا والهند، كلهم بيتكلموا على التنمية المستدامة. اول يوم كان بتاع المؤتمر، تاني يوم عملنا لهم مفاجأة: انتوا بتتكلموا على التنمية المستدامة، يلا نطلع صنف عين نشوف قرية من قرى الأورمان. شافوا القرية فيها 5 حاجات مع السيد محافظ الأقصر موجود بنفسه معاهم: تمكين اقتصادي، تنمية مستدامة، إعمار منازل، مشروعات صغيرة، زواج يتيمات، أجرة تعويضية. كل ده كان موجود في القرية، عملناه الحمد لله. تتخيل يا فندم يا أستاذ عمرو، فعلا كانوا مبسوطين. الكلام اللي اتقال نظري شافوه على أرض الواقع. يعني إيه تمكين اقتصادي؟ يعني إيه مشروع صغير ياخده يشتغل بيه؟ استاذ عمرو فعلا كان يوم جميل جدا جدا. في وانا عشان مصداقيه في البرنامج، قريه نجع العرب في ارمنت في الاقصر تم افتتاحها يا فندم ان شاء رب العالمين. كل دوت حدث مع كل في وجود كل حضور المؤتمر. ثم بعد كده كان يوم بقى مناقشه حره مع كل قطاعات الدوله، كان هي مؤسسات وزاره البترول والبنوك وكل مؤسسات الدوله بالكامل، ناقشوا التنميه المستدامه ازاي بتحدث في خارج البلاد وازاي نحققها هنا. الحمد لله مصر كان لها يعني اليد العليا، والتضامن الاجتماعي كان موجود، السيد وزير التضامن الاجتماعي قد ايه كانت الاجابات وقد ايه الاسئله عشان نثبت فعلا ان شاء الله بكره احلى وان شاء الله بكره احسن وان شاء الله تحيا مصر في كل مكان. بشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. ابواب الخير دايما بالحب. وصلنا لفقرة المفاجآت، كلهم حافظين يا أخويا ما شاء الله في الاستوديو. المفاجآت كلكم نفسكم انتوا فقرة المفاجآت اللي بنقدم فيها المساعدات. وعايز أقول لكم إن شاء الله يا رب يا رب بإذن الله إن شاء الله نقدر نحقق أمنية كل من يطلبنا في فقرة المفاجآت.
ويقدرنا بإذن الله. تعالوا نشوف مين صاحب أو صاحبة الحظ السعيد في هذه الفقرة. مساء الخير، ازيك يا دكتور عم؟ أنا اسمي هندي سعد، أنا دفعت رسالتي ونفسي إن حضرتك تسمع عن رسالتي وترد علي. زي ما سمعنا صاحبة الحظ السعيد في فقرة المفاجآت الأستاذة هندي سعد، يا ريت نكلمها. ألو، السلام عليكم، أكلم الأستاذة هندي سعد. أيوة فندم، مين معايا؟ أنا عمرو الليسي. أيوة أهلا وسهلا بحضرتك، أنا مش مصدقة إن حضرتك رديت عليا بسرعة. أنا عايز أقول لك إن الفقرة دي اسمها المفاجآت، وإحنا لسه كنا بنسمع رسالتك فقولنا اطلبي واتمني يا أستاذة هند وأنا تحت أمر. كان طلبي فيها إن نعمل عمليات لبنتي. ظروفك إيه هند؟ أنا رافضة منزل، عندي 3 أطفال في مراحل التعليم، وباباهم واقف ضياع في الحال، وإحنا ما نقدرش نتكلف اللي هي التكلفة العالية دي بتاعت العمليات، لأن كل الدكاترة قالت العمليات بتتكلف من 400 ألف الأكثر، فإحنا بصراحة ما نقدرش ندفع المبلغ دوت، يعني مش مقدرتنا ان احنا ندفعه. ايه التعب اللي عند بنتك؟ مولوده بعيوب خلفيه كتير في الوش وكان في القدم، احنا عملنا لها عمليات كتيره قوي، ودلوقتي كل الدكاتره فاضل لها عمليات التجميل اللي هي في الوش والانف، فدي مشكله بدايه جدا، وخصوصا في التنمر لما حد بيشوفها اذا كان اطفال او من الناس الكبيره كمان، ده بيحصل مضايقه كبيره منهم، وده موضوع بيضايقها ان هي لما بتنزل بيحصل حاجه زي كده. فانا لما رحت دكاتره كتيره قالوا ان هي العمليه بتاعتها بتتكلف 400,000 جنيه واكتر، وانا بصراحه ما نقدرش نتكلف، مش معانا اي حاجه من المبلغ دوت، فانا نفسي ان حضرتك تساعدنا ونعمل العمليه الايه وهي تخف ان شاء الله. الدكاتره قالوا لك ايه؟ كل الدكاتره قالوا ان هي لازم تعمل العمليات بتاعتها ديت اللي فاضله علشان ان شاء الله تبقى كويسه وتبقى زي البنات الثانيه اللي هي في سنها. انت عندك معاش شهري؟ ايه لا، ما عنديش اي معاش شهري يا دكتور عم. طيب صلي على النبي هند، انا ههديكي في فقره المفاجآت مبلغ 400,000 جنيه، بنقدم 400,000 جنيه لهند سعد عشان تجري عمليه لبنتها تجميل في الوجه والانف والشفه ب 400,000 جنيه. ايه ربنا يجزيك خير يا دكتور، مش عارفه الصراحه ان انا اقول لك ايه، بس انا مبسوطه جدا ومش عارفه اوصف لك سعادتي قد ايه ان حضرتك هتساعد بنتي وان حضرتك تساعدها وتكفي الباقي عمليات. وهيتواصلوا معاك ان شاء الله على طول بعد الهوا عشان ناخد اجراءات تنفيذ العمليه باذن الله ونتكفل بيها بالكامل. اطمني وان شاء الله تجدي كل الخير. بشكر حضرتك الف شكر، ربنا يبارك لك ويجازيك خير. وانا سعيد جدا ان بكل شركائنا في الخير اللي خلونا نقدر نوصل ان احنا نقدر نطلع مبلغ 400,000 جنيه عشان نعالج بيه حالات مرضيه. وعلى فكره المبلغ ده ان شاء الله قابل للزياده. ابعتوا لنا انتوا بس على ابواب الخير سواء بالبريد على اذاعه راديو مصر، اكتبوا اذاعه راديو مصر وحطوا الشكوى بتاعتكم، او على رقم التليفون اللي بقوله اللي هو 257-85-93، وان شاء الله باذن الله هنتواصل معاكم ان شاء الله. مبروك لهند مبلغ 400,000 جنيه. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، معاكم عمرو الليسي. نفتح سوا رجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير ومعاكم عمرو الليسي. عارفين ايه اجمل حاجه في البرنامج ده؟ اننا بندي فيه الناس كل اللي نقدر عليه، بنعوضهم باللي ناقصهم، بنسعد قلوبهم الحزينه، بنساعد على شفاء مرضاهم باذن الله ان شاء الله، وبنوفر الامل لكل حد تصور ان الامل ضاع منه، بنحاول نحقق الاحلام، وبناخد بعضنا بالحضن عشان نتونس كده ببعض بدفء المحبه والعطاء اللي جوانا. ابواب الخير ملهاش نهايه ودايما مفتوحه، واعرفوا ان الايد الممدوده الى الله مش ممكن ابدا ترجع فاضيه. وزي ما وعدناكم اننا ندخل الفرحه لقلوبكم ولبيوتكم، بحب دايما اتاكد ان كل شيء بنعد بيه الساده المستمعين مستمعي برنامج ابواب الخير بتتحقق. كان حسن جمال كلمنا وقال انه شغال عامل باليوميه وعايش في شقه ايجار وعنده ولدين، ولد منهم مولود بعيوب خلقيه في الوجه والشفه، وكان عاوز 100,000 جنيه لإجراء العملية لابنه.
الحمد لله البرنامج بالتعاون مع الدكتور احمد سراج الدين الاستاذ المحترم رئيس قسم جراحه الوجه والفك بجامعه اسكندريه قدرنا نعمله العمليه ونوصله لبر الامان. تعالوا نطمن عليه ومعانا على التليفون. احكي لي حسن ايه اللي تم معاك بعد اخر مكالمه بينا؟ الله دكتور عمرو احنا بنشكرك اولا وعلى انت حولت لي الدكتور احمد سراج وبنشكره طبعا الراجل وقف معايا وقفه ما يعلم بها غير ربنا والراجل ما تاخرش تاني يوم كان حاجز لي في المستشفى بتاعت ممر العصافره وعمل لي العمليه ونجحت الحمد لله بتاعت ابني سقف البق دي وابني دلوقتي الحمد لله فكنا السلك والراجل ما رضيش يمشيني بصراحه غير لما بيتني على حسابه في المستشفى تاني يوم غير ان هو يطمن على ابني لان انا طبعا من السويس المستشفى في اسكندريه فقال لي ما ينفعش اسفر عيل زي ده وعامل عمليه من ساعتين. الراجل اكبر من ان انا بات في المستشفى على حسابه الله اعلم التكاليف كام. وبشكر الدكتور احمد سراج على وقفته دي معايا بصراحه لو اخويا مش هيعملها معايا وان هو خلاني برضه بت في المستشفى على حسابه التاني يوم دي انا ما توقعتهاش. والراجل برضه يعني اللهم صل على النبي يعني بعت لي استشاره بعدها باسبوع ان انا اروح اطمن على ابني في العياده عنده مجانا المستشفى عنده طبعا غالي انا عارف. الراجل ما رضيش ياخد مني جنيه وبشكره طبعا الدكتور احمد سراج ده يعني حاجه فوق راسي. وبشكرك طبعا انت دكتور عمرو ان انت سبب طبعا ان انت وصلتني للدكتور ده احمد سراج وبشكرك وبشكر الدكتور احمد سراج. طب ابنك اخباره ايه دلوقتي؟ طمني عليه. الحمد لله النهارده بقى يتكلم والسلك بقى يعلو طبعا العمليه كانت معموله بالخياطه من جوه السقف بقه السلك وقع لوحده ده حاجه من عند ربنا وان هو بقى يتكلم حلو وبقى ياكل اي حاجه. طيب الحمد لله الحمد لله على سلامته. فاكرين الست هبه ابراهيم اللي كلمتنا وقالت بتشتغل في البيوت عشان تقدر تصرف على بناتها بس للاسف بسبب عينيها مش بتقدر تشوف وكل ما تخرج عشان تشتغل ممكن عربيه تخبطها او تعمل حادثه وزوجها شغال ارزقي وعندها ثلاث بنات في مراحل التعليم. كانت بتدفع ايجار 550 جنيه بتشتكي من عينيها بقالها 3 سنين. كل الدكاتره قالوا لها لازم تعمل عمليه ميه ونفسها تعمل عمليه عشان تعرف ترجع تشتغل تاني والحمد لله. بشكر جدا جمعية الأرمان الجمعية المحترمة اللي عملت العملية وهي دلوقتي معانا على التليفون عشان نطمن عليها. ازيك يا هبة اخبارك ايه؟ احكي لي ايه اللي حصل معاك بعد اخر مكالمة. مساء الخير يا دكتور عم. اول ما استعنت بحضرتك بعثتني لجمعية الأرمان وبعد كده رحت انا عملت العمليتين والحمد لله العمليتين نجحوا وبقت كويسة وبشكر جمعية الأرمان بشكر حضرتك جدا يا استاذ عم والحمد لله. طيب الحمد لله في تحسن حصل؟ انا ما كنتش بنزل كنت بنزل ما بشوفش خالص وكانت الناس بتسندني في الشارع وما كانش ينفع انزل من البيت من غير عيالي والناس كانت بتسندني وقبل كده عربيه خبطتني علشان عيني ما كنتش بشوف بيها بس بعد ما عملت العمليه الحمد لله بقيت بشوف وبمشي لوحدي والحمد لله ورجعت شغلي وبشكرك جدا يا استاذ عم وبشكر جمعيه الأرمان. طيب الحمد لله على سلامتك وانا بعلم من دلوقتي او ان احنا في شعبان وفي رمضان هنعمل 1000 عمليه ميه بيضاء في شعبان ورمضان والباقي من رجب هنعمل 1000 عمليه ميه بيضاء. ابعتوا لنا على طول يا اما بالبريد على اذاعه راديو مصر يا اما على التليفون وان شاء الله هنعمل لكم العمليات في احسن مستشفيات عند احسن دكاتره ببلاش. نطلع لفاصل ونرجع نوصل ابواب الخير ومعاكم عمرو الليثي. نفتح سوا ابواب الخير. نفتح سوا ابواب الخير. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر معاكم عمرو الليثي ومعانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأرمان. الأرمان تستكمل اعاده اعمار عدد 30 منزل بقريه اللبشه مركز صان الحجر في محافظه الشرقيه. يا ريت تكلمنا على التفاصيل يا فندم. سلام السلام عليكم ازي حضرتك. طبعا استمرارا التنميه المستدامه وحضرتك كنت بتاكد على ان حياه كريمه على ان الانسان لابد حياه كريمه فرضه بالتعاون مع فعلا مع حياه كريمه وبالتعاون مع كل اجهزه الدوله احنا شغالين في القريه وانا دايما يا استاذ عمرو ما قلتش بطول على سيرتك باسم القريه انهي مركز انهي محافظه للمصداقية يعني قرية اللبشة مركز صان الحجر في محافظة الشرقية ان شاء الله بنعمل فيها 30 منزل اعمار هدم واعمار بفرش بحمام
بمطبخ، اجهزه كهربائيه، كل دوت عشان اقول زي ما حضرتك وصل عمري بتقول دايما الانسان حياته تبدا من البيت، وده حقيقه. الانسان حياته تبدا من البيت، صحي اولاده، صحي هو، شاف البيت يليق، في ميه، في كهرباء، في ادوات كهربائيه، في حياه، في فرش، ده كله بنعمله يا استاذ عمرو والله. وطبعا انا اعلم وعليش بقرارها دايما، سيادتك كنت معانا يدا بيد، والحمد لله يا فندم احنا مع مديريات التضامن الاجتماعي ومع الساده المحافظين ومع الوحدات المحليه بندور على الاسر الاكثر احتياجا من اي اسره مهما كان، وبنعمل اولويات زي ما حضرتك عارف لدكاتره الارامل المطلقه المهجوره ثم ذوي الاحتياجات الخاصه، كل ده من حقه على ارض الواقع عشان نقول للاصليين ونقول كل مصر الحمد لله، المصري المصري الحمد لله، قلب واحد ايد واحده، مصر احسن، تحيا مصر في كل مكان. بشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأرمان. ابواب الخير دايما بالحب. حلقتنا خلصت، قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم على اجمل واعظم واقوى كلمه في العالم. الكلمه دي هي الستر. الستر ده معجزه الهيه لانه من الله. عارفين ازاي ربنا بيسترها معانا؟ لما تلاقي قوت يومك ده ستر من الجوع، لما تعمل ذنب ومحدش يعرفه غير ربنا وحتى لو كنا ما تبناش عنه ده ستر من ربنا، لما نصحى واحنا بصحه حلوه ده ستر من ربنا، لما ربنا يدينا كل ما هو حلال ويعصمنا من الحرام ده ستر من عنده، لما تلاقي ضميرك صاحي، لما تلاقي نفسك بتحس بالآخرين، لما تلاقي قلبك مليان بالحب والخير لكل الناس، كل ده ستر من ربنا. وفي الستر في قاعدة لازم كلنا نؤمن بيها ونصدقها، وهي أستر تستر. أستر أخوك، ربنا هيسترك ويسعدك وينور سكتك. سترك علينا يا ستار، سترك يا رب. واشوفكم على خير وانتوا كلكم في صحة وستر وسعادة. كان معاكم عمرو الليسي، سلام عليكم. نفتح سوا.